قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة. جبال تهامة بيضرب بها المثل في العلو والارتفاع والكبر. ناس تيجي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يجعلها الله هباء منثورا. أم ثوبان قعد على ركب يا رسول الله يجعلها الله هباء منثورا؟ قال نعم. قال: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. يا رب سلم يا رب. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمهد لا يحيون. وكم الناس ما شاء الله زي الفل زي الفل، ولكن بمجرد ما الأوضة بتتقفل والناس في البيت بيتنام ويضغط على الزرار، أول حاجة يعملها موقع إباحي. إذا خلى بمحارم الله انتهكها. لو واحد صعب على جنبه ما يقدرش يعمل كده، ده يجي يوم القيامة بسبب موقع إباحي، بسبب صورة، بسبب لذة دنيوية عاجلة. يأتي يوم القيامة يبص يلاقي الحسنات كلها طارت. ليه؟ لأنه تسبب لذة دنيوية عاجلة محارم الله تبارك وتعالى. اتنين، قبل ما تخش على موقع إباحي افتكر الحديث ده والكلمة دي. اللي بيخش على موقع إباحية هيحشر مع دول يوم القيامة. أقسم بالله إن اللي بيخش على المواقع الإباحية سيحشر معهم يوم القيامة. عارفين ليه؟ لأنه بيحبهم، بيحبوا الكفار الزناة، اللي بيجهروا بالمعصية، اللي بيتجرأوا على حدود الله بيحبهم. وطالما هو بيحبهم النبي بيقول المرء مع مين وهو بيحبهم، بيعشقهم بالليل قبل ما ينام موقع إباحية، والصبح أول ما يقوم موقع إباحية، وبين المرتين دخول على موقع إباحية. إذا اتكلم: ده أنا شفت امبارح حتة فيلم، ده أنا شفت امبارح حتة لقطة، ده أنا شفت امبارح حتة الصورة، ده أنا ده أنا حبيتهم. احشر معهم يوم القيامة على طول مع هؤلاء، مع الكفار مع الزناة ما أنت بتحبهم. بس أنا ما بحبهمش. طب انت مدمن النظر لهم ليه؟ مدمن الحديث عنهم ليه؟ ليه بتدعو لهذه المواقع مع اصحابك؟ ده كله دليل ان انت بتحبهم. لو فتحنا قلبك دلوقتي هنلاقي مكتوب موقع اباحي.com اللي احنا سميناه هلاك.com، صح؟ يبقى انت بتحبهم، وطالما بتحبهم تحشر معهم يوم القيامة. قبل ما تخش على موقع إباحي اضرب الموقع الثالث، الموقع ده بإيه؟ بالجبل رقم ثلاثة. إيه الجبل رقم ثلاثة؟ إنك تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. عبدي اقرأ كتابك. أخذت الكتاب. 100,000 زانية. إيه ده؟ 100,000 زانية منين؟ والله العمر ما زانت يا رب. أصل أنت شفت المعصية وأقررتها يا رب. والله أنا ما زنتش، أنا دخلت على الموقع بس أنا ما زنتش. بس أنت يا حبيبي لما شفتها وأقررتها وأقررت الفاحشة دي ولم تنكرها اتحطت في ميزان سيئاتك. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. تاني والله والله تركز تاني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها. هم هناك بيزنوا ويصوروا وأنا غايب عن الفاحشة دي والعياذ بالله، ده ما وقعش فيه أصلا، ولكن أنا رضيتها بدليل أن أنا دخلت أشوفها. بمجرد ما أنت رضيتها على طول إيه اللي يحصل؟ كان كمن وقع فيها. تاخد وزر اللي بيعصي ده. وخد بالك، يا ريتها والله يا إخوان أقسم بالله يا ريتها تكون على قد الزنا بس. تخيل الولد اللي زنى ده وصور ناس وبيزني ونشرها على النت، كم ألف شاب شافها وضل، كم بنت ألف، كم ألف بنت شافتها وضلت، وبسبب الصور دي ولد راح زنى وبنت راحت عملت كذا وولد راح عمل كذا. يبقى الولد ده نشر معصية وعشرات الآلاف من الشباب قلدوه. تخيل ان انت تيجي يوم القيامة تبص في ميزان حسنات، ايه ده؟ ده لا يمكن كل ده 100,000 سيئة. 100,000، انا شفت 100,000 صورة جنسية،
يبقى اذا 100,000 زانية وكل ولد ارتكب معصية بسبب هذه الصورة بتكون في ميزانك يوم القيامة. مين فينا يتحمل كده اصلا؟ مين فينا انه واقف بين يدي الله عز وجل وكل يوم بيتفرج يشوف له 20-30-40 ألف صورة في اليوم مثلا، يجي يوم القيامة يلاقي عشرات الالاف ومئات الالاف زنا 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 زنا. يا رب انا عايش كل ده. انت غبت عنها بس انت اقررتها، وطالما انت اقررتها خلاص هيكتب لك من الوزر كمثل الذي فعلها، كمثل الذي فعلها. احذروا احبابي، دول ثلاث جبال. الجبل الاول حسناتك هتروح، الجبل الثاني هتحشر معاهم، الجبل الثالث كتابة الزنا في صحيفة الاعمال، اربعة سيئة جارية. مش عندنا حسنة جارية؟ المواقع الاباحية سيئة جارية. خبر لسه اخ من اخوانكم بعتهولي بيقول ان صاحب اشهر المواقع الاباحية العربية تاب الى الله عز وجل. عارفين ايه السر من وراء توبته؟ ان صاحبه اللي كان بيعمل معاه المنتديات الاباحية والافلام الاباحية وكان بينشرها على موقع النت مات. وللأسف كل المواقع الاباحية اللي عملها محدش يقدر يقفلها، لان اللي يقفلها لابد يكون معاه كلمة سر، وكلمة السر اتدفنت مع صاحبها يوم ما مات. ام الولد ده راحت لصاحبه بتقول له يا ابني انا ابني كان بيعمل ايه، يا ابني انا ابني كان بيعمل ايه، يا ابني وانا نايمة انا شفت ابني مدفون في قبر وعشرات الالاف من الشباب بيتبولوا على هذا القبر، يا ابني ابني كان بيعمل ايه، الشباب دول بيتبولوا على قبره ليه، الرؤية دي اللي معايا على طول بالليل والنهار، يا ابني ابني كان بيعمل ايه. وده بيقول الكلمات بتطلع من امه عاملة زي السكاكين اللي بتدبح فيا. مات واحنا مش قادرين نعمل حاجة، ده مات ودخل قبره ولسه السيئات شغالة، لسه السيئات شغالة ما بتتوقفش. كنت للأسف في يوم من الأيام عرفت واحد صاحبي على موقع إباحي، وصاحبي ده عرف صاحبه على موقع إباحي، وصاحبي عرف صاحبه على موقع إباحي، وبدأ الموقع الإباحية تنتشر بسببي. يبقى كل ده في ميزان سيئات يوم القيامة، فدي سيئة جارية زي ما احنا عندنا حسنة جارية، أصحاب المواقع الإباحية عندهم سيئة جارية. الجبل رقم خمسة، المواقع الإباحية سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحد الدعاء أم من الأمهات اتصلت عليه قالت له الحقني أبوس إيدك تعالي بسرعة، أنت إيه حاجة في إيه حاجة، لازم يا ابني تجيلي دلوقتي. راح لها الداعية دون ودخل عليها فقال لها إيه يا أمي إيه مشكلتك، دخل قالت له بص ابنها عاري تماما على السرير بتاعه قدامه شاشة النت عليها موقع إباحي، والولد بيموت وبيشوف موقع إباحي، والولد عالي تماما هيبعث يوم القيامة على هذا الأمر، لأن حكمة ربنا اقتضت إن اللي يعيش على شيء يموت عليه، واللي يموت على شيء يبعث يوم القيامة عليه. ستة من خطر المواقع الإباحية هلاك القلب، ضاع قلبك، هان عليك القلب اللي كان بيتمتع بقراءة القرآن، القلب اللي كان بيخشع في قيام الليل، القلب اللي كان بيتمتع بالصلاة ويخشع في الصلاة، هان عليك تضيع ده عشان موقع إباحي، وبعد كده تيجي تشكو وتقول أنا مش عارف ليه ما عدتش بحس بطعم القرآن، مش عارف ليه ما عدتش بحس إن أنا بخشع في الصلاة، أعمل إيه أسوي إيه؟ أنت ضيعت متعتك، أنت ضيعت متعتك الحقيقية لما استعجلت المتعة في الحرام. مات القلب، انتكس القلب، وانتكاس القلب ده أول خطوة من انتكاس الإنسان. هو كويس ولكن شايف نفسه لما بيخلو بمحارم لا بينتهكها يبدأ بينتكس داخليا، والانتكاس يفضل يعلو ويعلو ويعلو لحد ما ينتكس ظاهريا وباطنيا بسبب المواقع الإباحية. المواقع الإباحية سبب والعياذ بالله لهلاك الوقت اللي انت هتسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. هتسأل عن شبابك قضيته في ايه، هتسأل عن حياتك قضيتها في ايه، فهتعمل ايه بين يدي الله عز وجل لما تجد ان ربنا لما يسألك يوم القيامة عن اوقاتك كيف قضيتها، فتقول لي يا رب انا قضيتها في مواقع إباحية. هتقول لي ربنا ايه، هتقول لي ربنا ايه ساعتها، ويكون موقفك ايه قدام النبي صلى الله عليه وسلم.
احبابي احنا مشكلتنا ان احنا اذا كنا احنا اخر الامم فاحنا اول الامم هنحاسب. ومعنى كده احبابي معنى كده ان الفضوح هتبقى بجلاجل.